ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو الفيلم العربي المصري بعنوانه الكبير، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. الفيلم ده اللي خلاني اعمله تريلر رياكشن بصراحه، لان انا الفيلم ده اتبسطت جدا ان هو كان فيه فعاليات مهرجان فينيس السينمائي في نسخته 81، وبصراحة الواحد بيتشرف بحاجات زي كده لما بيشوف فيلم مصري في نوعية المهرجانات، سواء كان أو سواء فينيس أو سواء الحاجات دي كلها. فبصراحة الواحد كان مبسوط جدا، وشفت من كام يوم كنت عامل بوستينج على انستجرام، كنت عامل شير للستوري اللي كان فيه ستاندينج اوفيشن عظيم جدا للفيلم ده في المهرجان بتاع فينيس. وبصراحة كنت مبسوط جدا 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 ان في فيلم مصري بيمثل مصر في فعاليات المهرجان بتاع ايطاليا او بتاع فينيس. واللي صدمني اكتر لما عرفت دلوقتي ان الفيلم من تأليف محمد الحسيني، وده اول تأليف ليه، والمخرج خالد منصور، وده يعتبر اول فيلم روائي طويل، فيلم اخراجه ده اول مره يخرج برضو المخرج ده، وكونه يعني المؤلف اول مره يالف والمخرج يعتبر اول عمل يعمله اخراجيا، اول مره يعمل كدايركتور يعني كاول فيلم روائي طويل ليه، ده اول فيلم ليه، ومن بطوله من الشاب انا بصراحه بحبه جدا وحاسه ان هو ممثل صاعد جدا، وهو عصام عمر. معانا كمان في البطوله ركين سعد وسماء ابراهيم واحمد بهاء اللي هو بتاع شارموفرز. انا بصراحه لما نزلوا التيزر من كام يوم انا بصراحه كنت متفائل له جدا، وكنت مستني اتفرج على التريزر، وكنت عايز اعمله تريلر رياكشن حتى لو كان لو تيزر، قلت مش مشكله هعمله برضو تريلر رياكشن، بس طبعا مش هندي نسبه ترقب لان هو في الاول وفي الاخر هو تيزر مش اوفيشال تريلر. اتمنى بصراحه ان الفيلم ده ينزل، لان انا فعلا بجد عايز اشوفه، واتمنى ان التيزر يعجبني، اتمنى بصراحه يعني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاك دلوقتي الاول مره. الفيلم الجديد البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والتيزر رياكشن معانا على هوم سينما، يلا بينا. انت جايلك نوم؟ متخافش، اوكي. هو التيزر صغير جدا، شبه ما فهمناش اي حاجة. انا من اللي انا شفته والكادرات العظيمه اللي انا شفتها في التريلر ده بصراحه او التيزر ده بصراحه، انا يعني اؤكد لكم، مش عايز اقول 100% بس اؤكد لكم بنسبه حاسس 80% ان اتمنى بصراحه ان الفيلم ده يترشح للاوسكار. يعني الفيلم ده مفروض يعني الكواليتي بتاعت الموفي والكادرات بتاعت الموفي، انا ما شفتش كده بصراحه. انا بجد ده ممكن يبقى واحد من اكتر الافلام العربي ان انا ممكن اكون مستنيها السنه دي مثلا، مع كامل احترام لاي فيلم تاني ممكن اكون عملت له تريلر رياكشن ما عملتلوش تريلر رياكشن، بس الفيلم ده انا فعلا بجد 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 ام ريلي لوكينج فورورد تو ات. انا فعلا بجد انا مستني الفيلم ده. انا ما اعرفش الفيلم ده هينزل امتى اصلا، انا مش شايف اي، مش مكتوب اي مواعيد، مش مكتوب اي حاجه، بس تقريبا على ما اعتقد هينزل السنه دي يعني تقريبا، يعني برضو هبقى ادور واشوف يعني، بس اكيد وش هيتعرض السنه دي يعني. بس ايه العظمه دي يعني بجد، ايه السينماتوجرافي الفشيخ ده، ايه الكادرات العظيمه دي بجد. انا فعلا بجد انا مستني حاجه زي كده، بس انا عارف ان الفيلم ده هيبقى تقطيع شرايين، اكيد الفيلم هيبقى كئيب، ده انا متاكد 100%. وعصام عمر عنده حته دايما الفيشل اكسبريشنز بتاعته بتخليك فعلا انت تصعب يعني، هو يعني يصعب عليك وهتحس انت هتعيط وانت بتتفرج، والموضوع كمان بقى فيه كلب فانت صباح العياط بقى في الفيلم. انا متحمس جدا. انا للاسف مش هدي نسبه ترقب لان هو تيزر زي ما قلت، بس انا ده لو كان فول تريلر كنت ممكن اديه نسبه ترقب عاليه جدا. انا بجد فعلا مستني الاوفيشال تريلر، عايز اتفرج عليه واعمله تريلر رياكشن ان شاء الله باذن الله. هعمله تريلر رياكشن اول لما ينزل، والفيلم ده اول لما هينزل انا هتفرج عليه سينما، لان بجد فعلا انا مستنيه. وبس انا شابوه بصراحه لكل صناع العمل الفيلم ده، واتمنى ان الفيلم ده فعلا بجد لو هو فعلا بالكواليتي النظيفه دي وحاجه بجد تستحق التامل، اتمنى ان فيلم زي ده ممكن فعلا يترشح للاوسكار، ويبقى لنا فعلا فاينلي فيلم يعني مصري وحيد يتيم اترشح للاوسكار يعني. اتمنى بصراحه بجد حقيقي. وبس
ما عنديش حاجة تانية اقولها عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقة عجبتكم مش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم لينكس في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستجرام برضو هسيب لكم لينكس في الديسكريبشن. وباي باي.